انت طلعت فضحك ابوها على مواقع التواصل الاجتماعي. تخيلوا لما طفله تسجل لابوها مكالمه واب يسجل مكالمه بينه وبين بنته. الو الو ايه نومة؟ انت عمال انا عليك ما بتردش ليه يا بنتي؟ وانت كل يوم في رقم شكل اتعبتي معاكي. المفروض اللي محمود كان عامله في موقف زي ده اللي هو ما كانش يطلع يرد على مواقع التواصل الاجتماعي خالص ولا يظهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت اتكلمت مع حضراتكم امبارح عن ازمه اليوتيوبر محمود وسحر وبنته احلام لما طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي وبدات تتكلم عن والدها وتفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع يوتيوب، وعمل القناه على اليوتيوب وبقت 15000 مشترك في يومين، وكنا طلعنا واتكلمنا في الموضوع ده. لكن فوجئنا اللي محمود طالع مسرب مكالمه كانت بينه وبين بنته. اه والله زي ما بقول لحضراتكم كده، كان مسرب مكالمه بينه وبين بنته ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولقيت ناس كتير داخله تكلمني وتقول لي محمود ما سابش بنته، محمود ما رماش بنته، لا ده كان بيجهز بنته، وكلام من هذا قبيل كتير جدا. وعلى النقيض كان في ناس كتير بتهاجم محمود على مواقع التواصل الاجتماعي. علشان كده طلع مع حضراتكم في حلقه النهارده ونحلل الموضوع ببساطه كده ونشوف مين اللي صح ومين اللي غلط. هل محمود اللي غلطان ولا احلام اللي غلطانه؟ ومين اللي ورا نشر مقاطع الفيديو دي والتسريبات دي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل التفاصيل دي معايا النهارده، استنوني بعد الفاصل. اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وشوف يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. قبل ما ابدا الحلقه كده يا جماعه هقول لحضراتكم ملخص للمشكله للناس اللي ما تعرفش اساس المشكله، وبعد كده هنقول مع حضراتكم الاخبار الجديده. الموضوع ببساطه بيتلخص عن محمود وسحر، مقدمين محتوى على موقع يوتيوب بيقدموا محتوى يوميات، وسبق واتكلمت مع حضراتكم وقلت لا ما بحبش محتوى اليوميات ده ولا الناس اللي بتقدم محتوى اليوميات. مش مشكلتنا، نكمل الموضوع. المهم بنت محمود ده عملت قناه على اليوتيوب، والقناه دي خلال يومين وصلت 15000 مشترك، وبدات الناس تتعاطف مع احلام وتنشر مقاطع فيديو ثانيه تتهم محمود وسحر وحمدي ووفاء وحوارات والحاج جابر ان هم متجاهلينها واللي هم ما بيصرفوش عليها. لكن اصل الموضوع يا جماعه ان محمود كان متجوز من والدتها وانفصلوا عن بعض، راح اتجوز سحر وفتحوا قناه على اليوتيوب، ووالدتها اتجوزت واحد تاني وخلفت منه اولاد تانيه بقى اخوات لاحلام اللي هي بنت محمود. ده ببساطه ملخص للموضوع. فامها طلعت معاها على قناه اليوتيوب دي وبدات تقول له هو ما بيصرفش على بنته ولا بيعبر بنته ولا بيسال عليها، في حين اللي في ناس بتقول اللي محمود جايب لها جهاز والكلام ده. وانتشرت اخبار كتير على السوشيال ميديا من هذا القبيل ما بين مؤيد ومعارض مع احلام او مع محمود. علشان كده طالعين النهارده مع حضراتكم بقى ونوضح الامور. اول حاجه عشان نتكلم فيها عشان نحلل الموضوع ببساطه هنتكلم عن احلام، والكلام اللي انا بقوله ده هيبقى الترتيب الاحداثي، يعني هنتكلم على احلام بعد كده هنتكلم على محمود. احلام يا جماعه بنت عندها 11 سنه والمفروض اللي هي ما تعرفش حاجه في التقنيه ولا في اليوتيوب. فتحت قناه على اليوتيوب، اعتقد عشان تفتح قناه على اليوتيوب ففي حد وراها وحد بيحرضها اللي هي تطلع تهاجم والدها على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول ما بيصرفش علينا وتفضحه بالشكل الغير لائق بالمره ده. وقلت لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت اللي من وجهه نظري ان والدتها هي اللي ورا الموضوع ده، لان في احتماليه اللي هم معهمش فلوس وكانوا عايزين يفتحوا قناه زي دي على اليوتيوب عشان يتربحوا من وراها. واول واحد دعم احلام في الموقف ده هو انا، ونشرت لينك قناتها في اول كومنت مثبت في الحلقه اللي فاتت، وقلت يا جماعه خشوا اشتركوا عندها. لكن لو الهدف من انشاء القناه دي على مواقع التواصل الاجتماعي هي التشهير بمحمود او باي حد من مقدمين المحتوى، فانا ضد الكلام ده. واكيد حضراتكم عارفين ان رايي اللي انا ضد التطاول او الاساءه لاي من مقدمي المحتوى، وقلت ان دي مشكله عائليه ومش مكانها السوشيال ميديا، والمفروض احلام ما كانتش طلعت على السوشيال ميديا ولا فضحت ابوها، والكلام عدى ومفيش اي مشاكل. لكن اللي لفت نظري في مقطع الفيديو اللي عرضته لحضراتكم في حلقه امبارح مش اللي البنت بتقول ان انا ما سالتش على والدي ولا الكلام ده، لا، اللي لفت نظري ان البنت بتقول اللي هي مسجله المكالمه اللي بينها وبين والدها. اه والله زي ما بقول لحضراتكم كده، بنت صغيره طفله مسجله مكالمه بينها وبين والدها وطلعت تفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي. هل الموضوع ده يعقل؟ اعتقد اللي ورا الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم امها هي اللي محرضاها عشان تطلع تستهدف محمود وسحر وحمدي ووفاء والحاج جابر وحوارات، لان اكيد حضراتكم عارفين ان هم مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي. وده ما يعفيش محمود من المسؤوليه لان انا لسه جاي له قدام، بس انا ماشي بس في موضوع احلام الاول واحده واحده، وهنيجي لمحمود قدام واعرض لحضراتكم كمان في حلقه النهارده المكالمه اللي سربها البنت هو كمان. لو هدف البنت اللي هي تعمل قناه وتتربح من وراها فربنا يرزقها وتعمل قناه، لكن النجاح بالفضايح انا ما برجحهوش. نفس مشكله سما واحمد حسن لما طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تظهر برضه بفضيحه مع احمد حسن، لكن نفس الموقف بيتكرر قدامنا بس من احلام ومع ابوها. تخيلوا كده
اب وبنته الاتنين واقفين قدام بعض بيفضحوا بعض على مواقع التواصل الاجتماعي. نيجي بقى لمحمود. محمود راح عامل ايه؟ راح ناشر مكالمة بينه وبين بنته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيتكلم اللي هو بيكلم بنته بطريقة كويسة وبيجيب لها كل حاجة، والناس كمان كانت مأيدة الكلام، وقالت اللي هو جهزها وجاب لها جهاز عشان تتجوز وكلام من هذا القبيل. لكن انا عايز اقف عند النقطة تحديدا، لما اب يسجل مكالمة بينه وبين بنته، ازاي الكلام ده يا جماعه؟ احنا عايشين في مجتمع شرقي، في عادات وتقاليد، دي لحمك ودمك. انا بعتذر على انفعالي يا جماعه، بس الموقف مستفز جدا. يعني البنت طفله صغيره، وارد ليها تخطا او حد حرضها او حد لعب بدماغها. يا محمود دي بنتك، ما ينفعش تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر مكالمه بينك وبين بنتك. المشاكل العائليه دي مكانها الغرف المغلقه، مش مكانها السوشيال ميديا. انا عارف ان انت عايز تبرر موقفك قدام الجمهور وتقول ان انت ما عملتش كده، واللي انت كويس مع بنتك واللي انت بتصرف عليها واللي امها ورا الموضوع ده، لكن مش بالطريقه دي. ما ينفعش اب وبنته الطفله صغيره يقفوا قصاد بعض على مواقع التواصل الاجتماعي ويفضحوا بعض بالشكل ده. لان كمان في ناس بدات من الجمهور تقول ان الموضوع ده مرتب بين محمود وبنته عشان يطلعوا ترند. لو تيجوا تبصوا دلوقتي يا جماعه، لو كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن احلام ومحمود وسحر، ورد محمود على احلام واحلام ردها على محمود، ووالده احلام تطلع ترد، والناس كلها عماله تتكلم في الموضوع ده، طب انت قلت لنا تسلسل الاحداث، مين اللي غلطان فيهم؟ الاثنين غلطانين يا جماعه. محمود طلع سرب لبنته على مواقع التواصل الاجتماعي، والبنت طلعت فضحت ابوها على مواقع التواصل الاجتماعي. تخيلوا لما طفله تسجل لابوها مكالمه واب يسجل مكالمه بينه وبين بنته. اترك لحضراتكم التعليق. المفروض اللي محمود كان عامله في موقف زي ده اللي هو ما كانش يطلع يرد على مواقع التواصل الاجتماعي خالص ولا يظهر، زي ما حمدي وفاء عمله وزي ما الحاج جابر وحوارات عمله. هم التزموا الصمت لان دي طفله صغيره ومش هيحطوا عقلهم بعقل طفله صغيره. بعتذر مره ثانيه على انفعالي، لكن الموضوع استفزني جدا وكان لازم اوضح لحضراتكم كل التفاصيل. الو الو، ايه نومة؟ انت عمال عليك ما بتردش ليه يا بنتي؟ هو انت كل يوم في رقم شكل هتعبتي معاكي؟ لازم بس من رقم صاحبتي. ما انا بقول كده. عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. يا انت عامل ايه؟ كويس. انت بتصور ولا كنت فين؟ لا لسه، كنا هنصور. ايه؟ ايه انا بتقولي ايه؟ عايز اتكلم معاك شويه كده. قول يا عسل. بس ما تزعقش والراحة. طب طالما بقى زعيق يبقى استني اما اخلص تصوير. ماشي، هكلمك بالليل في السهر، نقعد نغني الصبح. كلمنا على التليفون الوطني. ما اللي هو انهي رقم؟ انتوا عندكم ست ارقام. انهي واحد اللي اخره كام؟ الاخره 88. خلاص هخلص الليله بتاعتي دي وارن عليكم ونقعد ندردش للصبح. وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. هل اللي محمود عامله اللي هو نشر مقطع فيديو بتسجيل مكالمه بينه وبين بنته صح ولا غلط؟ هل اللي احلام بنت محمود عملته صح ولا غلط؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي، مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.